بس دايب شوفي نص كاس مليان. إيس يعني أنا اليوم في تق اثنين أصفر في هجر واحد. أول بيسوي خراب دوس هذا فرقالي ودنيا. ثاني شان في أنقد حياة بابا. صحيح. وهي عمرة بابا ما في ينسى. وأكيد وفي كلام سكرون وبعدين سوي مكافأة كبير. سهوة لا. بس شلون بابا في يشكر أنا وهي نفرات كله في بيت؟ لازم أنا يسوي جو ثاني عشان بابا في يشكر أنا. بس شلون يا ليلى شلون؟ انت ايه؟ مش كفاية عليك تجرحني وروحي فيك؟ وانت ايه؟ وانت ليه؟ دموعي حبيبي تهون عليك، طب وليه؟ شفت القرف ده يا دنيا؟ شو بدك في هذا هلا؟ يا الله ما انا شايفني ماني طايقة حالي اليوم، حل عني. هذا كله عشان فرغلي؟ أقول انساه ترى ما يستاهلك. لك شو بدك فهد؟ لك هذا موضوع بالنسى هذا، ما بتعرف أنت شو صار فيني أنا؟ هلا قل لي شو بدك؟ الزفت هذا اللي اسمها ليلى. شو بها؟ حياتها صلاة صلاة في غرفتها. إيه؟ مزبوط كلامك، شفت على هذا الترننت اللي هذا طول الوقت عم تصلي وتقرا قران. تصدق مسمينها في النت الشغالة التقية ومسوي لايكات على الفيديو وصار لها جمهور. ايه لك ايه شفت على هذا لك حتى اوعية ما عم تشلحهم قدام الكاميرا. تشلح مين يا دنيا؟ هو عنده وقت تشلح فيه مع الصلوات هذه؟ حتى لو تدري ان عندها كاميرا بغرفتها ما تصرف التصرف ذا. ولا غلط ولا غلط يا دنيا. ايه روح فهد روح شيل هالكاميرا، اصلا خطتك كلها فاشله من الاول، قلت لك انها فاشله. روح شيل الكاميرا وركبها بغرفه هداك الحيوان فرغلي وخلينا نشوف هنيك ساعتها بدك تشوف الفضايح على اصولها. لا خلينا نصبر عليها شوي ومصيرها تجيب الطعه. مستحيل انسان لحاله في غرفته ما يجيب العيد.